أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في إحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه الليلة هي الليلة الموفية للثلاثين من شهر رمضان المبارك عام 2021. الله أعلم أنه يكون هو آخر اللقاء في هذا الشهر المبارك في المسجد الحرام. أيها الإخوة الكرام، لقد من الله على عباده باستكمال هذا الشهر المبارك وبما تيسر من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلها وديعة لنا عنده، مغفرة للذنوب وتكفيرا للسيئات ورفعة للدرجات.